وجابي، فرأيهم محترم هو الكل، يعني تعرف كلمة انه يطلب رأيه، وهذا حق شرعي، حق الكل، يعني مثل ما ننتقد علينا نعم ان ننتقد، علينا ان ننتقد، يعني احنا كأعضاء اتحاد او كمدربين. انا ما عندي فكرة يعني عن الملابسات اللي راح تصير، لكن هذا كله راح ينفرز بعد الاجتماع يوم الثلاثاء حقيقة. قلت لك لانه كل الاعضاء هم كل من بجعبته فد معلومات او عده، خلينا نقول جذب وشد، اكو مؤيد الحكيم واكو معارض حقيقة. فاذا كان الحكيم حصل على الاغلبية ف 100% راح يبقى، لكن انا نصيحتي انه للكل، انه في حالة انه الاعضاء اتحاد اذا ارادوا يبقوا الحكيم، انا ما اعرف، قلت لك انا ضد هاي الفكرة نهائيا، ما ممكن اوافق على بقاء حكيم، وإذا كان حتى بس صوتي فما عندي مشكلة، لكنه عليهم أنه إذا أرادوا يتلافون بعض الأمور، يعني خلي نقول، فيجب تبديل الكادر المساعد فيما فيهم من مدرب الحراس وإلى الكل حقيقة، لأنه ما ممكن مدرب إذا كان الخلل بالمدرب فأكيد المساعدين يكونون جيدين، وإذا كان المساعدين لا سمح الله مزين فأكيد خلل بالمدرب، إحنا ما نعرف الخلل وين هسه. أنا كمنظومة لو تسألني كسعد مالح يتبدل كل الكادر ونأتي وعنده وقت حقيقة، لكنه هذا يبقى القرار، قلت لك الاتحاد هم اللي يشوفون، اللجنة الفنية، لجنة المدربين، أعضاء الاتحاد، هذا القرار يخصهم هم، يعني أنا تشوف أعضاء من هذا الاتحاد، لكن أنا انطيت رأيي. طيب تشوف أعضاء الاتحاد الآن قادرين على أنه يطلبون من حكيم شاكر أنه يغير المساعدين ويجيب مساعدين جدد ويغير مدرب حراس المرمى ويجيب مدرب حراس مرمى جديد، يعني تشوف عملية فنية ممكنة صحيحة وعملية إدارية ممكنة، يعني اتحاد الكرة قادر على أن يطلب هذا الطلب من حكيم وحكيم يسمع كلامهم، وفنيا هل هذا الأمر صحيح من بعدنا 40 يوم على آسيا؟ لا، حاليا الاتحاد يقدر يمرر كل قراراته على حكيم، من حكم انه حكيم الرجل، يعني انا ما اعرف شو اقول لك، لانه حكيم الان في يعني مرحله صعبه، هو عليه ان يصحح اخطائه، اذا كان يريد يبقى مع المنتخب عليه يصحح نفسه ويصحح اخطائه ويخضع لبعض قرارات الاتحاد، لانه ما اعتقد انه في هاي المرحله وفي هاي الامور هو كل الامور عنده صح، يعني منتقدي على خطا، الشارع الرياضي طالب رحيله خطا، الاعلاميين يقول يا خطا، ما ممكن كل المدربين هسه يجمع كل المدربين والمحلي في كل القنوات انه ما شادوا بالرجل حكيم شاكر. نعم. مع احتراماتي لك كشخص انا ما عندي مشكله ابو حسينين، لكنه كفكر تدريبي اعتقد مرحله حكيم انه انتهت على الاتحاد، واحنا كاعضاء اتحاد اذا جادين علينا انه بتغيير الكادر التدريبي جميعا، لكنه اذا اراد الاتحاد ان يبقى على حكيم طرف القرار هو بالاجماع، فعليهم انه بعض الامور لازم تصلح. طيب تشوف اعضاء الاتحاد يعني اكو اعضاء قادرين على ازاحه حكيم شاكر؟ طبعا الامر راح يتم بالتصويت، يعني انت 13 انت صوتك مع عدم ابقاء الكابتن حكيم شاكر، راح يبقون 12 بدون ذكر اسماء، يعني وانت وعدتني انه اللي يريدون يبقون حكيم راح تذكر اسمائهم، لكن احنا الان خلينا ما نريد يعني نزيد المشاكل ولا نزيد النار، يعني تشوف انه من ال 12 الباقيين اكو 7 8 5 4 من اعضاء الاتحاد ما يريدون حكيم؟ لا استاذ فيان، مو هي هاي بهي الطريقه، يعني ما اعتقد انه احنا داخلين في معركه او داخلين في صراع قوي مع حكيم، اعتقد حكيم علاقته كل اعضاء الاتحاد زينه وجيده حقيقه، وما عندهم مشكله تقاطع، مجرد انه بس انا وحكيم اعتقد التقاطع بيناته، وتقاطع مو شخصي، تقاطع بسبب رفضي التوقيع العقد، وانما علاقته بالكل طيبه، كل بلا استثناء، يعني من الرئيس وانت نازل، فاعتقد هو يستجيب لقرارات الاتحاد، وقرار الاتحاد تعرف ملزمه على الكل، حكيم هو من وقع الاتحاد جابه وصوت عليه وخلاه، فيقدر الاتحاد يعني بشخطه قلم على قولته انه يشيل الحكيم، حكيم مو يعني مع احتراماتي الى انه ذاك القرارات ما يقدر، يعني الاتحاد قال حكيم شو يسوي حكيم، لكنه اكو فقرات بالعقد، اكو بنود بالعقد، اكو اتفاقيات بالعقد حسب العقد المبرم، انا حسب معلوماتي انه العقد الطرفين يقعدون، انه كان بالبدايه على الطرف الاول في حاله اذا كان اكو اتفاق يحق للطرف الاول فصل العقد، بعدين صار التعديلات مثل ما افتهمت بهاي البنود. نعم. انه اذا جلسه تشاوريه بين الطرفين ويفسخ العقد بالتراضي. طيب بالتراضي شلون؟ انا ما اعرف طبعا، هاي تبقى من الاتحاد. انت قلت حسب معلوماتي القانونيه، انت قلت حسب معلوماتي بالعقد، يعني انت ما قاري العقد؟ لا ما قريت، انا قريت بس المسوده، لانه ما شفت العقد اللي هسه الاصلي اللي يتوقع حقيقه، كمسوده كان هذا اللي موجود، العقد الاصلي احتياطي صارت به تعديلات وكثير من الامور اللي راتها المدرب، طبعا هي حقه مدرب يدافع عن نفسه، واحنا كاتحاد من حقنا ندافع عن نفسنا، لكن صارت به تعديلات. طيب يعني سيد كامل صغير يمكن من اشد المؤيدين لبقاء السيد حكيم شاكر، واعلن تعليق عضويته وقال انا معلق عضويتي حتى يعني اصفي حسابي بهالكلمه مع السيد سعد مالح، يعني هل تشوف ان الامور وصلت الى هذا السوء يصير التقاطع بحل هذه الامور بهذه الطريقه وعلى الفضائيات وقدام كل الناس انه خلافات الاتحاد تحل،
يمكن بأمور غير رياضية؟ لا يا أبو سام أخوي وأخ كبير حقيقة، ما هاي تصفية الحسابات إحنا تعرف الحمد لله أنا معروف، لا بالهي العامة كنت أخاف ولا هسه، فهو أخونا من باب إنه احترامي له واحترمه وقدره. نعم. أما خان التعبير هو إنه تصفية الحساب خارج الاتحاد، مو بالمقصود اللي يجوز البعض يفسره بغير تفسير إنه بدافع إنه التهديد، لا لا هو كان إنه تصير جلسة ودية ونقعد، وهذا قصده أبو سام. نعم. أما بخصوص إنه تعليق العضوية فأعتقد يا عم أنا متصل أبو سام يا أخي أضحك. فتعليق العضوي اعتقد شيء يعني طبيعي جدا، وانا انا صار اسبوع ما راح ادخل الاتحاد، شنو المشكله؟ احنا ما نقدر يعني احنا نواجه حقيقه بعض الناس او بعض الاعلاميين، لانه حقيقه نحس انه خذلنا جمهورنا وخذلنا خلينا نقول الشارع الرياضي، فاعتقد انه الراحه تكون شويه ايجابيه حتى نستريح شويه ونريح الناس من حكينا، لان قلت لك انا يجوز راح اقلل طلعت بالفضائيات، وانا يمكن قلت لك استاذ بيان. نعم. قلت لك انا احاول انه ابتعد عن الفضائيات، لانه تعرف انت العالم هم قامت من كثر الكلام انه ما صدق بينا، اتوقع انه مجرد كلام ونريد نظهر بالاعلام حتى نبين نفسنا او شرتنا. الحمد لله والشكر يعني بعيد عن هاي الامور من 2008 اللي ساني او 2006 متصدي لبعض الامور، لكن انا جزء من هذا الاتحاد، علينا نتحلى بالصبر، و اللي يصير على الاتحاد يصير عليه طبعا من اخفاق او نجاح هذا الكل، فاحنا حتى ما نبرر نفسنا بالساحه ونقول انا ما اتحمل والله ما وافقت، لا انا بس ايضا. بس انت قبل يومين ما كان هذا موقفك سيد سعد؟ اتحمل خطا سيد سعد، يعني انت ما كان هذا موقفك قبل يومين؟ قبل يومين انت شنو؟ ظهرت بكل المحطات وطالبت بابعاد حكيم ولن اقف مع الاتحاد في هذا الموضوع، وكانت تصريحاتك ناريه، ويمكن هي واحده من الاسباب طبعاً اللي طبعاً زادت المشاكل. لا 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 استاذ فيان، استاذ فيان نعم، لا لا استاذ فيان انا مصر انه ابعاد حكيم من المنتخب. أيه. هذا ما بي كل تراجع. نعم. وما ممكن اتنازل عن موقفي، قلت لك انا ما ممكن ولا شوف، لكن انا ما ممكن اجي عادي اخواني اعضاء الاتحاد على حساب الاخ حكيم، واعتقد انه البعض يريد هذا يصير، تصير مشكله كبيره بين اعضاء الاتحاد وسعد مال، اعتقد هذا انه مشكله راح تصير عندنا وما راح يستقر الاتحاد بهاي الطريقه، خلينا نكون واضحين. نعم. انا مصر انه ما وقع الحكيم، واطالب انه اخواني اعضاء الاتحاد بتغيير كادر التدريب كله، وهذا وارد مني يعني. طيب. شغلك ازيد من هذا بعد؟ طيب اوكي. كله ابصم لك يعني قدام الجمهور يلا. طيب سيد سعد اتمنى تبقى معنا، طائفه اخرى من جمهورنا ومن مختصينا بالبصره تحدثوا عن وضعيه الفريق العراقي. طبعا كل الشكر للزميل عمار السعد والزميل ابراهيم الغانم من مكتبنا بالبصره على هذه اللقاءات والمتابعه مع الجمهور في بصرتنا. تابع اللقاءات ونرجع للسيد سعد مالح. احنا لما نتكلم عن المنتخب العراقي بصوره عامه، هو منتخب العراقي حاله حال اي مؤسسه اخرى، تمر بأزمات وتمر بضغوطات، وأكيد تمر بنفس الوقت بفترات أخرى تكون فترات هي جيدة جدا. فإذا أخذنا مسيرة المنتخب العراقي أو مسيرة حكيم شاكر، بما أنه إحنا كلامنا عن, عن, عن هذا الشخص أو عن مدرب المنتخب العراقي، لما نأخذ مسيرته هو أكثر مشاركاته يوصل إلى مراحل متقدمة ويجيب نتائج صح مع الفئات العمرية اللي هي ما دون المنتخب الوطني. إذا نقارن مع المنتخب الوطني نشوف أنه هناك تفاوت ما بين النتائج اللي حصلها ما بين الفئات العمرية وبين المنتخب الوطني، وهذا مما يعطينا احنا كانطباع كمراقبين او كمشجعين للمنتخب العراقي، راح يعطينا انطباع انه حكيم شاكر لربما فشل في مهمته بهذه مهمته الحاليه مع المنتخب الوطني، راح يعطينا انطباع نطالب باقاله حكيم شاكر. لكن احنا اذا حسبنا حسابات اخرى وقلنا حكيم شاكر والاستحقاقات القادمه والفتره ما بين هذا الاستحقاق وما بين الاستحقاق القادمه هي راح تكون فتره قليله، ومع الظروف اللي جايه تحيط بالمنتخب لربما تغيير حكيم شاكر او لربما تغيير الكادر التدريبي راح يؤدي الى انه يعطينا نتائج عكسيه تماما عكس ما احنا نرجو. اكو مجموعه من العوامل ادت الى خساره المنتخب، واعتقد الخساره كانت طبيعيه نتيجه وجود خلافات اصلا بالكادر الاداري اللي سافر مع المنتخب. ايضا الموضوع ما يتحمله فقط حكيم شاكر، الواعي بالمنتخب يعني اللاعبين ايضا يتحملون جزء كبير من اللي حصل، الكادر الاداري اللي سافر مع المنتخب والخلافات اللي صارت اللي سمعنا بها هناك، عدد الوفد والمصاريف وكل هذه الامور، وحكيم شاكر اكيد عليه اللوم الاكبر، لكن برايي الشخصي انه هو ما يستحق الاقاله. اتمنى انه من الاتحاد الكره العراقيه ان يعيد ترتيب اوراقه مره ثانيه، يعني على صعيد شخصي انا ما بودي بصراحه اقاله حكيم شاكر بالوقت الراهن اللي احنا مقبلين على أمم آسيا بصراحة، وهذه الفترة راح تكون قصيرة
وان غيره حكيم شاكر المدرب يعني نقول الجديد اللي راح يستلم المنتخب هم راح يخليه اعذار يقول انا الفتره اللي اخذتها فتره قصيره وكنت غير مستعد وغير مهيئ فراح يخلي الاخطاء على شماعه الفتره القصيره واللي يعني ما اخذ وقته الكافي بصراحه فاحنا نقول نتمنى ان يبقى حكيم شاكر لكن بشرط ان يعيد ترتيب اوراقه مره ثانيه ان يبحث في الدوري الكره العراقي يعني اذا عنده وقت ان يعيد خطط المنتخب بشكل عام يعني وما اعرف يغير وجوه يخلي وجوه جديده المهم احنا نريد نشوف منتخب عراقي يرجعنا بذاكره يعني بذاكره الى السبعينات الى اللي ترك بصمه في مجال الكره وخاصه الكره الخليجيه والكره الاسيويه. نرجع للسيد سعد مالح عضو الاتحاد العراقي اللي مشرفنا اليوم باللاعب 12 عبر الشرقيه، سيد سعد يعني انت ما تريد حكيم يبقى البديل لحكيم شاكر، يمكن تحدثنا بهذا الموضوع قبل يومين او ثلاثه، يعني من خلال يمكن اتصالاتك مع اعضاء الاتحاد بعد عودتهم من الخليج، تغيرت قناعاتهم، اكو اسماء فعلا سمعنا باسم عدنان درجال، سمعنا اسم حارس محمد مستشار، فعلا اكو هيج توجه هيج تحرك نحو التغيير والتبديل وطرحت هذه الاسماء ام انه كله مجرد كلام صحافه وما له صحه؟ اولا صدقني انا ما بتصل يمكن باي عضو بس الاخي يحيى صغير كان عنده اتصال بي يعني للاسف انه الكل زعلاني مثل ما تعرف فما عندي اتصالات قليله جدا والاخي يمكن يحيى كريم وانا وابو شوقي وعلي جبار هنا كنا ما نعرف لكنه اكيد انه ما ممكن تخلى الساحه يعني اذا تقيس من اكرم سلمان الى عدنان درجال الى راضي الى كثير من المدربين احنا ما ممكن تخلى الساحه ما ممكن يختزل العراق في مدرب واحد يعني احنا شنو اللي اختلف عندنا تغير اما انت تسالني يعني سؤال تقول لي ضعف انا مشي النوبات يقول لك الميت الضرب والميت حرام طبعا انت تعرف انا احس انه حكيم هو الان اضعف حلقه عنده بالاتحاد حتى على مستوى العراق يعني الكل الان طالب رحيل حكيم فاني من النوع اللي ما اكون انه مسلط على خصمي اذا احس بي انه بدا انه مع احتراماتي لانه احس انه الان البوجه ضده نعم. فاتمنى انه على حكيم يتدارك نفسه ويتلاحق نفسه ويكسب رضا الجمهور والشارع الرياضي اذا كان موجود منتخب خارج المنتخب لانه ما ممكن تغلط بحق الجمهور او الشعب العراقي او توصف بعض الجماهير بانهم ذولا نكره ومو عراقيين هذا اعتقد انه ما ممكن معيب احنا انا كسعد مالح انتقدت كثير بالفيس والمواقع الاجتماعيه وبالتلفزيون وبعد اللقاء يجوز راح اتعرض الى انتقادات كثيره لكنه احترم راي الكل من حق الكل ينتقدنا احنا يجوز عندنا اخطاء ما نشوفها لا ما ممكن هذا الجمهور يا اخ حكيم واحنا كاعضاء تحت كنا نكون على غلط وانت على صح وحدك يعني انا شفت كلام انه حقيقه حتى بالبغداديه يقول احد الاعضاء يحاربني انا ما عندي مشكله يا اخ شخص وياك انا اذا اقول انه قناعتي انه انت ما تصلح مدرب منتخب بطن وهي قناعتي اقتنع بها نفسي تبقى انت ما ممكن تجي يعني كثير كثير من الامور بهاي قناتك في يوم من الايام قال سعد مالح كان حارس في بابي نعم. وانا بالنسبه لي عمري ما اشتغلت طبعا ويا حكيم لا بخدمه العلم ولا بالدوائر الحكوميه واذا كنت سعد لا انا اوصل لك فكره انا اذا كنت منسد بالداخليه فاعتقد كل شرطي بالشارع عسكري انا اقبل ايده هذا يزيد فخر طبعًا. فخر الي كعراقي لانه تعرف انت ولدنا اللي داقاتون اما انا لا انا ما بالعكس هذا ما استحي منه لكن انا عمري ما عملت المجال للخدمه العسكريه مع حكيم انا في نادي الحدود وطلعت من نادي هو الان في نادي الحدود عمري ما طلعت خارج اسوار النادي تسالني انه بعض الامور يعني يقول يعني تبلى انه قال سعد مالح يتوسط انا حقيقه وامام الاعلام اقولها خابرت مره على ناجح حمود خابرته هو والكل يسمعني نعم. وهذا الكلام للاعلام يعني انه من صارت خطيه هاي التهم عليه انه هو من النظام البائد ما اعرف والله ما اعرف الاجهزه القمعيه وهذا طبعا بعيد كل البعد عن ناجح حمود هذا الرجل ان نعرفه قبل ما يدخل هو بالاتحاد طبعا طيب. فهذا كان كلامي وياه قلت له اذا